السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت سلفت حد من قرايبي فلوس، وبعد سنة واثنين وثلاثة هو يعني مش قادر يردهم. فأنا كنت سألت حضرتك من السنة اللي فاتت فقلت لي عليهم زكاة، بس هو دلوقتي يعني ما كنتش ذكرت لحضرتك إن هو ما ردهمش، يعني فهو دلوقتي جه ميعادهم إن هو يردهم وبرضه لسه مش معاه فلوس. فهل انا اطلع عليهم زكاة؟ لهم كم سنة؟ لهم كم سنة؟ دي السنة الثالثة تقريبا. لا تزكي الا اذا اتوك اخرج عنهم زكاة سنة واحدة. انا خرجت السنة اللي فاتت. خلاص، ما انا قلت لك الان، الله يحفظكم. تمام. طب مع السلامة.